يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ودعنا واحد الأخ عزيز جدا 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 وصديق غالي 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 لا يباع ولا يشترى بالمال لا يباع ولا يشترى بالمال. كنت كنتمنى أن ينزل المغرب ونشوفه ونتلاقى معاه ونخرج معاه كيف كنا في الأول. ميم الأمانة أمانته وتصدمت فيه الصراحة. هي الموت ما كتعزلش ولكن تصدمت فيه واحد الصدمة اللي دابا عندها أكثر من 10 أيام أكثر من 10 أيام باقي راسي مرون باقي داي الله إلا دايخ مرون. ولكن قلت خصني ندير عليه فيديو الفيديو كنت باغي نديرو معاها في المغرب ولكن ما عمرني كنت كنظن أنني غادي نقول خويا طارق الله يرحمه. ولكن دابا غادي نقول الله يرحمه. هو في الحياة كدوز الرحمة وفي الممات كدوز الرحمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خويا طارق خويا طارق تعرفت عليه في 2001 واحد السيرة ذاتية لخويا طارق صراحة عزيز عليا. أنا عندي خويا طارق أنت المتلقي أنت عندك واحد خوك واحد آخر هو صاحبك ولكن أنت داير خوك تقدر تكون سميتو إبراهيم تقدر تكون سميتو عمر تقدر تكون سميتو محسن تقدر تكون سميتو المهدي كل واحد وصاحبه الأنتيم عشيرو. أنا خويا طارق كان عنده الأسرار ديال الدولة ديالي كاملين عنده كاع الأسرار ديالي لدرجة أنه عنده المود باس ديال الفيسبوك والجيميل من كثر الثقة اللي داير فيه. كنت مخلي عنده شي فلوس وشي أمانة وكنت كنقول لي ديري مكيلقيش ما عمرو دار ليا ريال تيقول لي الله يغفر ليا والله يرحمني والله يديني ومكيتحت مكيتساني. هاد السيد الصراحة خصو يتزار. هاد التصويرة اللي كتشوفو قدامكم هادي في 2001 أنا تعرفت عليه وشتو. خويا المهدي كنتعرف عليه في 2000 هادي هي التصويرة ديال خويا المهدي معاه تعرف عليه في 2000 وأنا تعرفت عليه في 2001 ومن ديك البيريود وحنايا 20 وصحاب صحاب صحاب ديال بصح صحاب ديال مكتفارقوش. انا ما تفارقتش معاه جيت لاوروبا ما تفارقتش معاه بقيت نهضر معاه ديما 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 وفما نهبط ديما معاه الكونجي كندوزو غير معاه وكنجي هنايا وكندوز معاه ديما لي زابيل. هو يعرفني فين ساكن وعارف دار وعارف شنو الطوموبيل عندي وعارف عارف الديطاي ديال الديطاي عارف كلشي. كنت كيقول لي عطيني الادريسه مسكين تيقول لي ديما عطيني الادريسه بغيت نشوف فين ساكن في جوجل تيقلب وتيدخل وتيبحث وتيشوف. هادي انسان متفتح عزيز عليا الله يرحمه ويوسع عليه دائقة القبور. كنت كنهبط المغرب كنزور الوالدة تقول لي نمشي معاك تقول لي راه أمك هي أمي أمك هي أمي وكيعرف الوالدة أمك هي أمي ديما. واحد النهار فقت بكري ومشيت للمقبرة جيت تلاقيت معاها مع 11 قال لي غنضرب شنو المقبرة قلت لها يلا جيت أخويا طارق يلا جيت. قال لي علاش ما قلتيش لي هادي وأنا نمشي معاك قلت لها باش نبرزك أخويا قلت خليك ناعس نمشي تصبح بكري نمشي بعد تسعود. قلت لها فقت بكري مشيت مع شي 8 و9 إلا مشي معاك ودير سبحان الله العظيم وشوف دابا نمشي وصلني الله ويحييني الله ونهبط نزور الوالدة ونزور هوايا ونقدر أنا نموت هنايا الله أعلم. ما علينا خويا طارق هادو التصاور اللي كندوز لكم دابا أنو كتشوفو الصراحة أنا غير شوية من بزاف ديال التصاور وهاد التصاور أصلا الأرشيف ديال خويا طارق معانا حنايا هادو خويا المهدي حيت هو الأنتيم ديال المهدي والأنتيم ديالي تانايا الصراحة راني سي الله يعمرها هدر واحد الدرجة مكتصورش. تكويتي هنا وخويا دري الصراحة أنا راه تصدمت خويا طارق خويا طارق كان كيتسابق معايا وكيتسابق معايا أنا وخويا دري على الخلاص ديال الغارديان الغارديان ملي كنمشيو نتبحروا تيقول لي دوزو نديرو المازوت ونقول له طريقه صافي انت راه ما فحالكش وما عندكش وراه حنا اللي جايين زعما من اوروبا وهاد تيقول لك لا رجلي برجلكم
انا عارف تنساونيش وما تخليونيش وانا ديما معاكم يا ودي انت راك معانا راك خونا اصلا، ولكن ما تخلصش يعني، كان ديما حنا كنهضروا حنا ديما عندنا اسلوب الحوار. والو واحد المره نتفق عليه انا والخواجه الصراحه خويا طارق تفق سالي وخوادري يقول لنا كان فيما كنمشيو شي بلاصه كنشدو واحد كيشد واحد تيخلص واحد تيشد واحد تيخلص، كنمشيو للبحر تيتسابق معانا على الخلاص ديال الكارديان، كنمشيو للقهوه كي فين ما كانت شي حاجه في الخلاص ديما كيتسابق معانا كنقول لنا كنشدو. واحد النهار تاني كنا في المغرب وكان عيد الميلاد قلت انا والخوادري وهويا نزلت انا والخوادري فاكونس وكان عيد ميلاد ديال خويا طارق، وانا مشينا للخوادري قلنا ليه اش كاين مش كاين خاصو كادو ما كادو، قلنا ليه عنده تليفون شويه عيان اجي نشريو ليه تليفون، شرينا ليه تليفون جديد، شرينا ليه تليفون جديد وماركه ماشي ماركه مزيانه او تليفون ناضي. ملي عيطنا ليه خدينا ليه بالكارطونه ديالو جديد بالكارطونه بكل شيء باللي زيات بالشارجور ناضي، عطينا ليه السيد قال شنو قلنا ليه كادو ديالك ديال عيد ميلاد ولا وانتوما صاحبي وهادي، قلت له ديالك اسمو محمد جمع وطويالك اخويا طارق هادشي. اخويا طارق مسكين شد داك التليفون بدا يعنك فينا ويسلم علينا ويفوز فينا، هو احسن كادو جاني وانتوما راكم خوتي الله يعزكم الله يخليكم الله يعطيكم ما تمنيتو، كاع داكشي الزوين قالو فينا الصراحه. عرفتي كتحس بواحد الاحساس واعر. داز 3 ايام بلي عنده تليفون واحد اخر، داز 3 ايام بلي عنده تليفون واحد اخر، اول ما عرف يدير التليفون واه سي طارق فين هو التليفون، وكيجي كيشوف فينا و تيضحك الصراحه تيشوف فينا و تيضحك هكا التليفون جيت للدار بحال ما كاين شفت عندي الوالده الله يذكرها بخير، الوالده مو باقا حيه الله يخليها لينا ويطول لها في عمرها، قالت لي زوين التليفون اولدي عجبني ماشي خساره في كم انت هاكي، عطاها التليفون 3 ايام هو عندك داك التليفون وعندك حنا ماشي عندك التليفون عندك حنا وباسنا ودار كلشي وقال لكم نتوما الخوت فرح فرح درت لك احسن كادو جاي في حياتي. قالت لي الوالده قال لها هاكي ماشي خساره فيك باش تعرفوا السيد واحد الدرجه ديال النضج وصل ليها عاليه. انا كنت مسميه حمامه السلام والله حتى انا مسميه حمامه السلام، السيد واعر وكيبغي يعاونك وبغي يدير اي حاجه اخويا طارق. اخر مكالمه كانت ليا معاه نهار الاخر نهار فاش نهار طاح هي فاش عيط ليا وسلم عليا وتسامح معايا تسامح معايا، وكان الخوادري هبط في ديك السيمانه ديال العيد سلم على الخوادري وسلم عليه وبركوا ويا ودوزوا لقيته زوينه وداكشي، وانايا قال لي وانت ما باغيش تجي، قلت له اخويا باكش باغي نجي ولكن الغالب الله راك عارف الظروف وهادي والجرا، قال لي والله الا قلنا في ساعه الخير ودينا كنتهضر في الواتساب وخلنا لي وهضرت انا وياه وخمي ميساجات عيط لي هضر معايا صافي بحال التوادع معايا انا ما فهمتش بحال التوادع معايا الله يرحمه. ولا طاح في ديك العشيه كمل معايا انا المكالمه طاح انا باش عرفتها الغد لي عيط لي اخوه قال لي السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي هضرتي مع طارق البارح حتى هضرت معاه داكشي، قال لي راه كاين وكاين عاود لي لافير، قال لي راه طاح راه جبناه للسبيطار، قال لي راه وقيلا عيطت باش يتوادى معاك، قال لي راه حيت راه بين الحياه والموت كيفاش ما كيفاش، قال لك حنا باقي الطبيب تيشوف كيديروا الراديوات وكل شيء وجات له سكته دماغيه افي سي جات له سكته دماغيه تقاضى العمر قافيه الصراحه. هي فاش قال لي يا خو ديك الساعه كان فزع في السبيطار باقي ما توفاش الله يرحمه، قال لي راه عيطت لك وقيلا مشيت تتوادى معاك مع انت هو اخر واحد هضر معاه في الواتساب اخر مكالمه دازت، قال لي انت راك عزيز عليا بزاف، قلت له راه خويا هذاك ماشي عزيز عليا راه عيني نعطيهم لي، انا طارق عيني نجبدهم نعطيهم لي،
الله يرحمه وسع لي دائقة القبور صراحة. أنا دابا كنهضر معاكم كنشوف تصاورو زعما الصراحة مؤثر، والله إلا مؤثر، ديما عنده الابتسامة، ابتسامة حبيبة السلام، ما عزيز عليه صداع، ما كيبغي مشاكل، بعيد من والو، مسكين داخل سوق راسو كيصلي، كيعرف الله، كيهضر في الدين، داكشي اللي عطاه سيدي ربي راه تيقولو تيديرو. الله الله على حبيبنا طارق، الله الله يرحمه ويسع عليه ضيق القبور. والله لاقينا ليه، والله لاقينا ليه ابتسامة الصراحة. غادي هادي آخر مكالمة كانت ليا معاه، هي ماشي مكالمة، هي أوديو كنت هدرت معاه، هذا أوديو كنت هدرت معاه. غادي نخلي الصوت ديالو في هاد القناة ديال المغربي مقيم بالخارج، هو تيقول لي أنا تانايا مغربي مهاجر مقيم في المغرب. غادي نخليها لولادي، وغادي نخليها لولاد خوه وبنات خوه والفاميلتو، ريحتو خاصها تبقى هنايا، حيت كنت كانوا عندي بزاف ديال الفيديوهات معاه، 14 ديال الفيديوهات، راه كثر من 20 عام ديال الاخوه بيناتنا، كثر من 20 عام بالضبط، بالضبط شي 23 عام، 23 عام 22 عام بالضبط. يعني غادي نخليها في هاد القناه، راه انا راسي راه غادي ندور نرجع ونشوف انا هاد الفيديو، ونشوف هاد التصاور ديال خويا طارق، حيت مشاو ليا بزاف ديال الفيديوهات في البيسيات الاولين وفي التليفونات الاولين وفي الديسك ديالي. الله يلحقنا عليه مسلمين ومؤمنين ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، كل نفس ذائقة الموت، انا لله وانا اليه راجعون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.